الامر بيد الله يا عمتي، يا قليلة العايبة يا خيتي، الامر بيد الله يا نوارة الشارع يا خيتي. وصلت سن الخمسين ما قدرت اشطب شقتي، ما ماتت الحنينة اللي كانت تساعدني عمتي، يا قليلة العايبة يا خيتي. ما توحشيني يا خيتي، نبي اكبر الصورة دي يا خيتي، اكبرها واخليها في الاوضة بتاعتي يا خيتي. عليك رحمة الله يا عمتي، ياللي عملتي الفايش ما لحقتي تدقيه يا خيتي. الامر بيد الله يا خايتي. يا قليلة العايبة يا خيتي، يا شبابك يا عمتي، الامر بيد الله يا خيتي، يا انوارة الشارع يا عمتي. جيت ياد يا ضو ياد ولا ها؟ جيت ولا يا؟ خبر ياد ليك كاميون ياد مش باين يا واد. يا انت ما سمعتش بواجب عمتي؟ ما سمعت بواجب عمتك، مكان الثالث اول امبارح. والله ما سمعت، ما جيتش ليه ولا شغال معاك. ضلك يا واد انت مش عارف، الدنيا فيها كورونا والدنيا مبليه. وانا انت عمتي ماتت بالكورونا؟ يا واد انت مش عارف، ضلك ما حدش بيروح جنازات كتير عشان خاطر الوبا ده. انا جاي اهوي نفسي، مش جاي اشتغل، انا مش هشتغل غير بعد الربعين عمتي. عمتي الغالي علي ما اشتغلش عليها ابدا. مين اللي حيوكل البهايم يا واد؟ امالية امال بعت لك لي انا؟ ماتت يا اخي ماتت. عرف انا كانت غالية عليك قوي كده. ماتت الغالية، ظهري انكسر يا اخي. طب مش خلاصها كلها ليه حال الدنيا ده؟ وماتت ودفنتها هي تاني. الفراق صعب، الفراق صعب يا اخي، كله من عليها فان. انا مش زعلان يا اخي، كلنا هنموت، انا زعلان على جنازتها. دي مالها جنازتها؟ عمتي اللي كانت صنيتها تلف المواجب كلها، عليها ما تشتهي الانفس. يشيعوها اربعة شايلينها، وسبعة ماشيين ورا الجنازة، واثنين جايين يجروا احتياطي. ليه يا اخي؟ 11 نفر جنازة عمتي، ليه مشيعينها من نادي انبي؟ يا عمتي يا غالية. طيب يا ولدي مش الدنيا مش كورونا اليومين دول ما حدش بيمشي في الجنازات كتير؟ برضو يا عمتي تموت الميتة دي عمتي جنازة 11 واحد، اللي ما خليتي ولا واجب ولا عزل مكان عددتي فيه بالساعة واثنين. لا بها ظروف واجبها جا كده. ايه عمولي؟ لا ظروف واجبها قبل الكورونا. الناس يا حاج عبد الناصر طلعت موضة دلوقتي، يسيبوا الجنازة ويسيبوا الجثة ويسيبوا النعش ويروحوا المقابر قدام الجنازة بالمستكلات والعربيات بتاعتهم. اجر الجنازة انك تمشي وراها وتستناها لما تتغسل وتصلي عليها وتمشي ورا الجنازة، مش تروح بمستكلك تستناها في المقابر واربع يمشي وراها. الناس خايفة يا ولدي، يا عمتي خايفة يا ولدي. كلها ليه حال يا عمتي؟ بس ما كانت كويسة، انا سمعت الاسبوع الفات كنت شايفها كانت ما شاء الله حتى كانت عاملة لها مشكلة. نبي كانت كويسة يا حاج عبد الناصر. ايوه قالت لي نفسي في الفايش يا ضوي. قالها اعمل لي شوية خميرة بلبن للفايش، روح هات لي كركم. على ما رحت اجيب لها بعشرة جنيه كركم، لقيتها مكفية وشها في عجنية الخميرة. يا عمتي يا سبحان الله. برضو يا عمتي يا ابوي، برضو اخرتك تاجي على محصد خوخ، محصد خوخ توقف في زورك يا عمتي، تعملي الفايش ما تلحقيش تدقي يا عمتي. اكلت وحدة خوخ جات المحصة وقفت في زورها. ايوه. يا ريتني ما رحت اجيب كركم، ما لو قاعد انا مكان ضربتها على ظهرها يا خيتي. نصيبها كده يا ولدي، ما تزعلش نفسك. يا عمتي ما تتحمكش عليها قوي كده انت. 700 مرة في واجبها. بس الحريم ده انا عارف هي الفولة، عارف فولة الحريم. الحريم ما بتروحش عشان زعلانين على عمتي، بيروح عن المواجب عشان يجيب سيرة خلق الله
وياكلهم في البيت المسلوق على الصواني. سبعمائة مرة و11 راجل بس في جنازة عمتي يا اخي. يا بوي ما طلعتي فوق الجبل ولقيت طبق ملخية، ما الحريم شديدة والرجال مرخية. كفى يا هنت يا اخوي اللي قايم بالواجب وزيادة. كفى يا هنت يا اخوي. ما كانت تديني 170 جنيه من المعاش يا اخيي، ما كانت ساترة علي يا اخيي. يا حبيبتي يا عمتي. لا هي كانت كويسه معاك يا ودي اخوي، كانت حنينه. يا حبيبتي يا عمتي. مين لا يخيف الدنيا تاني؟ من هو هي؟ سجرتي اتقطعت يا عمتي. ما شجرتي اتقطعت يا عمتي. بس ما تزعلش نفسك، قوي انت عليها، هي البيت اللي حلتها والقرطين بعتهم قبل ما تموت بثلاث اربع ايام للحج بسطاوي. بسطاوي مين؟ حق بسطاوي. بعت البيت لبسطاوي؟ ايوه. وقرطينا الارض اللي ورا البيت؟ امال ايه قدام عيني. والجاموسه؟ وانا كنت شاهد على العقد. والجاموسه؟ جاموسه، الجاموسه بعتها بدتها للحج عوض الله، قالت له يوم ما اموت في العقيره تبحي. متاكد من الكلام ده؟ قدام عيني. انا حكذب عليك يا ود؟ واعي بنت المحروق. وعلي تلتلها اللي تلتلوا، باعت البيت لبيت بسطاوي. ما ضلك كنت بتعدد عليها بقول الله يرحمها وشغال تذكر في محاسنها. ارحمها ازاي؟ ارحمها ازاي؟ وين محاسنها؟ هي اللي كانت كل يوم تعمل لي مشكله في الشارع مع الجيران. باعت البيت يا ابوي. يا واد عيب عليك. ايوه باعت البيت يا واد، ده قدام عيني للحج بسطاوي. وعي. والجاموسه قالت لهم يوم العقيره اذبحوها لبيت الحج عوض الله. العقيره تاخذها وتاخذ ابوها. باعت البيت من شفت العقد انت؟ شفته بعيني انا العقد قدام عيني. ليتلت الله ليتلت لو مص ليتلت ايام ابكي انا لما عيني صفت من دموع. باعت البيت. شوف يا اخي الواد عديم الدم وضلك كان يعدد عليها وتطلع كان بيعملية. عدد وين؟ عدد وين يا ابوي؟ ده انا المفروض اعدد على حالي. باعت البيت والقرطين الارض. ايوه حتى الجاموسه قالت اذبحوها في العقيره. امال ايه؟ وعي. انت حارق نفسك امال عشان خاطر البيت على كود جاموسه كون؟ ما انا حارق نفسي عليها. وي شوف الواد عديم الدم. دقيقة اروح للراجل عامل لها رخامة، قال عامل لها رخامة، قال هكتب عليها اسمها، هكتب عليها اسمها، قال واكتب على قبرها قال بالرخام توفت الى رحمة الله المرحومة سكينة، ادعوا لها بالرحمة. هروح اجيب ال 300 جنيه من بتاع الرخام. ادعي عليك دي عمتك يا ود. عمتي وين؟ عمتي وين اللي عمل دبب؟ شوف الواد عديم الدم يا ود. يا ود يا ضوي. واعي الواد عديم الدم.